طبعا رئيس نادي سموحه وعضو مجلس النواب باشمهندس فرج، ازاي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ ويعني طبعا الحمد اولا هارد لك امبارح لخروج منتخبنا الوطني، وانا بكلم حضرتك النهارده بصفتك واحد من الناس اللي كانت عندها رد فعل سريع جدا امبارح. حضرتك كتبت على تويتر وعلى الفيسبوك على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني كنت عارف ان حضرتك غاضب جدا مما حدث امس. لا، ما انا قلت انا كنت رئيس لجنه الرياضه، الشباب والرياضه، المجلس. نعم. دلوقتي رئيس لجنه الصناعه. 3 سنين كنت رئيس اللجنه. نعم. وانا ايام كاس العالم توقعت الهزايم في كاس العالم، وقلت ان هم بيصدروا لنا رساله مغلوطه. احنا وصلنا لكاس العالم، واحنا وصلنا لكاس العالم احنا 5 فرق، فبقى 5 فرق يدخلوا كاس العالم. وقلت العبره بالنتائج، هما مش هيكسبوا ولا مباراه، وهما ما كسبوش ولا مباراه. وبعديها على طول انا قلت ان هما فاشلين، ويجب ان هما يرحلوا، ويجب ان احنا نغير اتحاد الكوره، اتحاد الكوره يمشي من نفسه طوعيا، لان ما نقدرش نغيره. وقلت ان نفس الناس بتستخدم نفس الاساليب، بتستخدم نفس الافراد، هتوصل لنفس النتيجه. تمام. قلت هذا الكلام، وبعدين مشيت انا من لجنه الشباب والرياضه ورحت لجنه الصناعه. وبعدين بعد كده حضرتك ده اللي حصل، ده اللي حصل. بس هو الخطوره في، يعني خطوره اكتر من الكلام اللي احنا شايفينه. الكلام اللي احنا شايفينه ده مجرد يعني الصوره الحاليه. الاخطر بقى ايه؟ يا فندم، ان حضرتك الناس المساعدين، اولا اتحاد الكره ساب جميع مدربين العالم وراح جاب مدرب متهم في قضيه اخلاقيه خطيره جدا، وهي التلاعب في النتائج. انت حضرتك بتقول لي ورده ومش ورد، لا، ده الاخطر من كده، ان انت رايح تجيب مدرب عنده جريمه اخلاقيه ما زالت منظوره امام الفيفا والمحكمه الرياضيه، وهي التلاعب بالنتائج. نعم. ولم تخلي ساحته، حتى لو كان، يعني حتى لو كان اتهم وبرئ، المفروض ابعد عن الشبهات. الحاجه الثانيه، المساعدين بتوع اجيري، انا عايز السي في، السي في بتاعهم نزل على نبض لمدة نص ساعة واتشال بسرعة. واحد فيهم بتاع حضانة، بتاع مدرسة حضانة، بيشتغل في مدرسة حضانة. أيوه. والتاني بيشتغل شغلانة تانية مالوش علاقة بكرة القدم خالص. خدت بالك ازاي احنا نقبل ان الناس تيجي تكون مساعدة للمدرب؟ الحاجة الأخطر من كده، ان انت جايب مهاجم كوكا بقاله سنتين ما جابش جول. ازاي جايب انت مهاجم المنتخب بقاله سنتين وغزال ده ما بيلعبش اساسي في فرقته، مستواه تعبان جدا، ازاي انت جايبه؟ اختيارات طبعا غريبه جدا عليها علامات استفهام. نعم. اتضح ان الوكيل بتاع كوكا هو الوكيل بتاع غالبيه اللاعبين دي. نعم. بس دي انسى بقى كل ده، هقول لك موضوع اخطر. اتفضل يا فندم. دلوقتي هم اتحاد الكره بيعمل مسابقات ناشئين. اولا انا تعقبت على راي الاتحاد في كاس العالم، لان انا جالي واحد شخصيه مهمه قوي في يوم من الايام هنفصح عنه، وقال لي اتحاد الكره هينزل سموحه عشان انت الوحيد اللي هاجمتهم وقلت هذا الكلام. حضرتك قلت لي قبل كده في مكالمه 10 مباريات. ايوه، 10 مباريات. وانا اسف اقول لك ان التحكيم اللي بص حضرتك اول حاجه انت بتختار عدد محدد من اللاعبين لا تغيره ابدا. فانت قتلت الطموح لدى كل اللاعبين اللي في كل الانديه المصريه. نعم. لان خلاص انت مهما تعمل عمرك ما هتتخذ المنتخب، فاصبح ما عندكش امل ان انت تروح المنتخب. وطبعا ان الناس تروح المنتخب دي حاجه كبيره قوي، جميله قوي. الحاجه الثانيه، اتحاد الكره ده بينظم مسابقات للناشئين. انا المباراه اللي كانت بتتلعب دي في 4 لاعبين سنهم 34 سنه او 34 و2 33 سنه. معنى ذلك ان انت بقالك 10 سنين ما طلعتش لعيب جديد. معنى ذلك ايه؟ ان جميع مسابقات الناشئين اللي انت بتعملها في مصر لم تؤتي بثمارها. دوله فيها 100 مليون ما عندكش 11 لاعب يمثلوا مصر تمثيل مشرف امام الفرق الافريقيه. امام دوله زي مدغشقر ما اعرفش عدد سكانها نص مليون ولا مليون الى اخره، وامام دول صغيره بنين و و و الفرق دي كلها شكلا وموضوعا احسن من لاعبي مصر. الحاجه الاهم ان المجموعه بتاعتنا اللي احنا بنتبنى تتغلب كلها طلعت. مظبوط. في اضعف فرق فين؟ في
بس حاجه ثانيه. اتفضل. ان المجتمع المصري الرياضي شريك فيما حدث. طبعا احنا شفنا اخطاء صارخه واخطاء غير عادله، وناس مش عارفه تنظم مسابقه، وناس بتشيل بمكيالين، وفي لا مؤاخذه جرائم بترتكب سوري يعني، واحنا واقفين موقف المتفرج، موقف المتفرج، وحصل ان في ناس تصدر ناس، والمنظومه الكوره متقسمه. نعم. يعني حضرتك لو عندك قضيه في الاتحاد وانت راجل لك علاقه بحد يحلوا لك القضيه دي في الجمعه، لو انت يعني مغضوب عنك هتقعد 10 سنين القضيه دي مش هتتحل. اه طبعا دي حاجات معروفه ومعروف بالاسم. مين الامثله كثيره جدا جدا جدا. نعم. الامثله كثيره جدا جدا، وفي ما هو اخطر من ذلك. وانا مبسوط جدا ان في جهات، ثلاث جهات بتحقق ان احنا امام وقائع خطيره اخطرها. طيب. تزييف الواقع الرياضي. مظبوط. تزييف الواقع الرياضي يعني تقديم شيء للناس غير على غير حقيقته. مظبوط. والادعاء بما ليس هو حقيقه، فلا بد يحصل نوع من، مش الاتحاد يمشي، كل من له علاقه بالاتحاد المفروض ان ما يكونش. هو ده كان سؤالي بقى لحضرتك يا فندم، هل حضرتك مع التغيير الشامل لهذه طبعًا المنظومه طبعًا، ولا يبقى في حد طبعًا. وحضرتك عارف القانون لان حضرتك اللي كنت من الناس اللي عملوا القانون. مثال تاني. اتفضل. لما سافر اتحاد الكوره ده وعملت الجرائم اللي في روسيا دي كلها، بعد ما رجعوا شالوا الناس لمده 10 ايام، اول ما العمليه هديت هم مرجعينهم تاني. هم صح. ولم يعترض احد. صح. لم يعترض احد. الكلب بكيالين في كل الامور. حتى في حكام اجانب كانت واخده اوردر، وحكام اجانب مشطوبه في بلدها زي الحكم اللي جاي من البرتغال مشطوب ومتهم بالتلاعب في النتائج. جابوه الدنيا كانت على الكيف. تدمير لكره القدم المصريه. كره القدم المصريه تدمير منظم لمصالح شخصيه، وهناك ما هو ابع اكثر واكثر واكثر واكثر. وكل واللي انا بقوله حضرتك تعرف اكثر منه، واللي بيسمعك وبيشوفك كلنا عارفين، وبيسمع كلامي عارف اكثر منه طبعا. فاحنا بندفع ثمن صمتنا. اللي جاي ايه يا باشمهندس؟ اللي جاي ايه يا باشمهندس؟ حضرتك خبره اداريه كبيره، اللي جاي ايه؟ وحضرتك واحد من الناس اللي كانت يعني عارفه قانون الرياضه بشكل جيد جدا. انا عامل قانون الرياضه. بالظبط كده. ف محمد فرج عامل، انا الشريك الاكبر في قانون الرياضه المطابق للميثاق الاولمبي. طب ماذا سيحدث؟ لابد من دلدال لمنظومه كره القدم. بص يا بيه، من اكبر جرائم اتحاد كره القدم ان انت حاطط مركز الشباب صوته زي صوت الاهلي والزمالك في هذا الكلام. انا بحترم مركز الشباب طبعا، لكن العالم كله الدوري الممتاز بتديره رابطه الانديه المحترفه. مظبوط. لان اهتمامات مراكز الشباب والانديه الدرجه الثانيه والانديه الدرجه الثالثه غير اهتمامات الاهلي والزمالك وما شابه. مظبوط. خدت مسيرتك. ده الموضوع، لابد ان يكون دوري احترافي، الدوري الوحيد اللي ملوش جايزه. عمرك شفت دوري في العالم ملوش جايزه؟ صح، غريبه جدا. ده فريق في الدرجه الثانيه في انجلترا صعد خد 200 مليون جنيه استرليني. انا بحكي لحضرتك. بص، ده عمرك شفت في الدنيا دوري من غير كده؟ لا طبعا يا فندم. بقول لك اكتر بقى. طب يا باشمهندس حضرتك، عايز اقول لك اكتر، لما يجي واحد مسؤول في اتحاد الكوره يقول لك انت عايز تكتب الكاس، هو انت لو الاهلي هيلعب سموحه على السوبر هنجيب فلوس، لكن لما الاهلي يلعب الزمالك هنجيب 150 مليون. طب امال انتوا عاملين مسابقات ليه؟ طب انتوا عاملين مسابقات ليه لما كنا بنتكلم على حكم اجنبي؟ اتقال لحضرتك كده بالظبط. ايوه يا بيه. ايوه. ويقول لي اصل هاني ابو ريده بيعمل عمليه قلب مفتوح ومش قادر يتكلم، واخد مسكتك. ويرد على مرتضى منصور ما يردش عليا. اخدت مسكتك، وياخدوا مني الفلوس ويرجعوها لي. وتاني وبعديها بشويه يقول لك ايه، من حق الناس تجيب حكام اجانب. هو في دوري في مصر الانديه كلها تجيب حكام اجانب من جنسيه ثانيه؟ معنى ذلك ايه؟ ان حضرتك عارف ان في مباريات بيبقى مفهوم على نتيجتها قبل ما تتلعب. يا بيه، الفرق اللي كانت بتهبط بتجيب حكام اجانب، والفرق اللي بتنافس السوق بتجيب حكام اجانب.
هو جرى ايه؟ انا ما بطعنش في ذمه الحكام، لكن انا بقول لك في توجيهات. الله، هو جرى ايه يعني؟ هو حصل ايه في الدنيا؟ القادم عارفين الكوارث دي كلها طبعا. عارفينها يا فندم. القادم ايه يا باشمهندس من وجهه نظرك؟ والله بعد استقاله الاتحاد يعني. والله في ناس كويسه، انا كنت شايف الاستاذ عصام عبد المنعم ده راجل احسن واحد ادار اتحاد كره القدم بالحق كده. مظبوط. عشان هو راح عمل نجاحات كبيره جدا. نعم؟ طيب باشمهندس فرج، بما ان حضرتك كنت بتتكلم عن الكابتن عصام عبد المنعم، خلي حضرتك معانا لان الكابتن عصام عبد المنعم معانا على التليفون. يا كابتن عصام، ازاي حضرتك يا كابتن؟